Mosaïque FM Podcast Sport Express. الستة ودقيقة هذه موزايك اف ام، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. لأول مرة منذ سنوات النادي الافريقي فاش يلعب من غير مستشارين. غدوة أمام النادر البنزرتي ماريو للنادي الافريقي في كان إشهار لزوز جمعيات خيرية، هما الحملة من أجل الأطفال المرضى بالسرطان عافانا وعافاكم الله، والجمعية الثانية هي أمل، جمعية أمل لكل طفل. كريستوف مايلو للمدير التنفيذي للنادي الافريقي عقد اليوم العشية مؤتمر صحفي وضح من خلاله أكثر من نقطة وخاصة المتعلقة بالمريول والسبونسور. Mais parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 72 heures, il y avait du huis clos. Il y a 10 jours avant, le championnat a été repoussé d'une journée. Aujourd'hui, nous sommes en phase de conversation avec deux gros partenaires. Mais aujourd'hui, il y aura un partenaire prochainement, oui, au club africain. Mais dans l'immédiat, si vous voulez, au lieu d'avoir un maillot, si vous voulez, neutre, on a préféré, si vous voulez, aller dans le sens humanitaire. Et je crois que c'est tout à l'honneur du club africain de pouvoir faire bénéficier, si vous voulez, de causes importantes, si vous voulez, qui sont les enfants. كريستوف مايلو المدير التنفيذي للنادي الافريقي كان يحكي على الاسباب، وفي انتظار بطبيعة حل الموضوع هذا الملف بتاع الاستشهار، اكد على البعد الانساني في تعاملات النادي الافريقي واللي تشجع الاعمال الخيريه، وهو من سياسه الاداره الجديده للنادي الافريقي باش تتواصل حتى بعد تسويه ملف الاستشهار في الايام القادمه. مايلو حكى كذلك على انطلاق حمله الاشتراكات، وقال اللي تحديد العدد ب 7000 ما يستجيبش للعدد الكبير لاحباء النادي الافريقي، واتمنى انه تقع مراجعة القرار بسرعة بعد تحسن سلوك بعض الجماهير على المدارج اللي قاعدة تحد من عدد الجماهير المسموح لها بمتابعة المباريات. المريول الجديد للنادي الافريقي بعلامات الخاصة بالجمعيات الخيرية قدموا للصحفيين اليوم العشية المكلف بالإشهار عصام العليني. لخبطة وأرقام في موضوع العدد المحدد لدخول جماهير الترجي في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية أمام الأهلي المصري يوم السبت 17 نوفمبر. ولت البارحين فما رقم في حدود 20500، البارح رقم في حدود 27000، اليوم في القايلة 35000، توا العشية 31000 فقط. السؤال بربي وقتاش يا وزارة الداخلية ويا وزارة الشباب والرياضة تاخذوا قرار نهائي. مدام نحكي على مباراة الترجي والأهلي المصري في نهاية رابطة الأبطال، تعازينا الحارة إلى الدكتور ياسين بن حمد طبيب الترجي اللي فقد اليوم والدته، إن شاء الله ربي يرحمها. إنا لله وإنا إليه راجعون. موقع فرانس فوتبول على شبكة الانترنت قال لي أيمن عبد النور باش يزيد يمدد عقده مع تولوز لمدة زوز مواسم، عقده يوفا 2016 باش يولي يوفا 2018. فرانس فوتبول حكيت وأكدت لي عبد النور محل متابعة من فريقين كبيرين ريال مدريد وبرشلونة. في الرياضة العالمية، كارلوس بيول مدافع برشلونة رجع اليوم للتمارين بعد 6 أسابيع من الغياب بسبب إصابة. إيغواين مهاجم ريال مدريد باش يغيب شهر بسبب إصابة في مباراة دورتموند في رابطة الأبطال الأوروبية.